اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء بنعمتك علينا، نبوء بذنوبنا، فاغفر لنا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك مطواعين، إليك مخبتين، إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وتقبل دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير، مغاليق للشر في كل مكان. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ونزل الشهداء والنصر على الأعداء، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها كرامتك في الدنيا والآخرة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم جنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام، واجعل ممن يحيا على كلمة التوحيد حتى يلقاك وأنت راض عنه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، ونسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف، ونعوذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وارزقنا من الفهم عنك وعن رسولك صلى الله عليه وسلم ما يبلغنا درجة الصديقين والشهداء والصالحين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم، ونعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى، ومن شر فتنة الفقر، ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحرق، ونعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت.
اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه يا إله الأولين، يا من هو على كل شيء قدير، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يا من هو أكبر مما نخاف ونحذر، يا من هو أكبر مما نخاف ونحذر، يا عالما بكل خفية، يا عالما بكل خفية، اصرف عنا كل بلية، وسلمنا من كل رزية، يا رب البرية. اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون ومن عموم البلاء، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة يا ذا الفضل والعطاء والمنة. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ويعادون أولياءك، اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وأمنها ووحدتها وتوحيدها، واحفظ رجالها الذين يذودون عنها ويحمونها، ووفق واحفظ وأعن وسدد ولي أمرنا وولي عهده الأمين وأعوانهم لكل ما تحب وترضى، واجزهم عنا وعن البلاد خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وربنا أنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك، نسألك يا فارج الهم، نسألك يا كاشف الغم، يا مجيب الدعوات ويا مفرج الكربات ويا غافر الزلات ويا مغيث اللهفات، عافنا واعف عنا وفرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا وأصلح أحوالنا وحقق آمالنا وأصلح ذرياتنا واشف مرضانا وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا بجودك وفضلك كما وعدتنا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.